وصلنا الان وصل بالها الرسميه لحل جائزه السنه بالغوش السادس والاخير. انا قلت سنه كانت في البدايه احمد الله على استماله السلام ونختار نهنى حجاجنا الكرام لنقطتين اساسيين، اولا اداءهم للحج هذه السنه بشكل عام والله كامل، ونختار نهنهم على روح المسؤولي والانضباط اللي تحلاوا به طيل فتره الحج والسلوك، وفي الحقيقة أنهم مثلوا بلدهم وكانوا صبراء طيبين. ناحية أخرى يعني نتكلم عن تقييم التفصيل المعطيات لدراسة ملف الحج اللي الحجاج يتكلم بروحه عنها، وبالتالي لا كررناه لا نعيده من أفلام مكرر، لكن لا شوي ولا بالنفس ما قالوا هم اللي ذاك الوقت حتى لا قالوا كان معناهم كان تقييمهم لا كان شيء مهم جدا. نوه بروايه اخرى ان الدوله كيف تعرض الحج طيله العقود الماضيه كانت دائما الناس الفريق والله كامل تفضل القطاع الخاص نظرا لان الدوله فيها نقص وخدمات وكذا وشيء. والله لي عن هذه النظرة والله هذه الصورة القاسمة اللي كانت الناس تمر بها الحج. والله لي عن عناية بخانطة الجمهورية ورعاية العاطلة بالبناء وبملف الحج قلبت هذه الصورة راسا على عقب. بالتالي وضاح الحمد لله ان الدولة قادرة على تنظيم الحج بافضل الظروف، وانه ما هو تقليل من الشيء من القطاع الخاص لانه زاد هو شريك ومهم على اكثر معاهد طيبة علاقة تكامل، وقال من باب وضع النقاط على الخوف تحمل المسؤولية للشيء اللي الله هي تحمله وهي المفطرة اللي فيها الدولة. مشكور في الكلام عليكم.